طيب بدي أسألك، من هو الرسول؟ الله. لا لا دقيقة دقيقة جد والله دقيقة 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 خلوها خلوها، من هو الرسول؟ ها؟ ما تعرفي من هو الرسول؟ شو معرفه؟ شو معرفنا بالرسول؟ ما تعرف الرسول؟ لا. الرسول ما تعرفيه؟ ها؟ طيب تعرف القرآن؟ لا. ها؟ لا. ما تعرف شيء القرآن؟ لا. طب الصلوات تعرفوها؟ بس نعرف نصلي. تعرفوا تصلي ها؟ طب أنت تصلي تقري صح؟ لا ما أقرأ، بس أقول الله أكبر. بس تقولي الله أكبر؟ كيف تصلي؟ كيف تصلي؟ ها؟ كيف تصلي؟ صلي بس تقولي الله أكبر؟ إيه. ما تقري أي شيء؟ لا. مش عارفة ولا صورة في القرآن ولا شيء؟ لا. لا؟ لو قلتك أقري صورة، أقري صورة. ما أعرف أقرأ. ما تعرفي تقرأ؟ لا. عجينا أقرأها فقط. وأنت تعرف تقري صورة؟ لا. ولا شيء؟ بس تقولي الله أكبر وتصلي. يعني ما تتخيل والله، يعني يأتي عليك زمان وتسأل سؤال من هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وتجد أطفال في هذا المكان ما يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم.